أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا مؤذن لأحد المساجد، وأتمنى أن أحضر لبعض الدروس ولكن يمنعني الأذان، هل هذا العذر مسوغ لترك الدروس الشرعية؟ أحضر الدروس، وإذا جاء وقت الأذان أو قرب وقت الأذان فاخرج واذهب إلى المسجد وأذن. اجمع بين الأمرين، إلا إذا كان أنه ما يمكنك الجمع بينهما فإنك تقدم العمل الذي التزمت به هو الأذان، أو إذا وجدت وكيلا تثق به وتبرع هو ليقوم مقامك فإنك تحضر الدروس وتوكل من يؤذن عنك، وهذا من التعاون على البر والتقوى. نعم.